السلام عليكم. اليوم رانا امام الواجهة البحرية تاع مدينة جيجل في الجهة الشرقية للمدينة، ورانا نلاحظ الاشغال نتاع يعني التهيئة نتاع الساحل نتاع المدينة. وعلى حسب الاشغال هذه، هي في الحقيقة الاشغال راهي انتهت في الوقت الراهن. هذه الصور تعود الى اكثر من سنة، ونشوف طبيعة الاشغال الرائعة حقيقة، انه يعني الاشغال نتاع الهندسه المدنيه، حيث نلاحظ السمك تاع لي مير دو سوتينمون. وهذه هي يعني المواصفات نتاع الاشغال اللي البحريه اللي جايه اون كونتاكت، يعني اون كونتاكت افيك لو دو مير. لازم السمك تاع الحواجز المائيه يكون لا يقل عن 30 او 40 سنتيمتر. وهنا نلاحظ الطبيعه تاع الاشغال هذه جيده، تبقى القضية يعني الأغلفة لي روفيتمون ولا فينيسيون ولي زيسباس فير، يعني لا فينيسيون تاع الأشغال هذه، في فيديو آخر إن شاء الله. ومليح ناخذ وين ريتروسبكتيف، يعني نشوفوا الأشغال من البداية كيفها، باش نعرفوا يعني النوعية تاع الأشغال، ماشي نشوفوها عن غير كي تكون خلاصت وما نعرفوش يعني كيف تمت الأشغال من الناحية الهندسية. إذن هذه فيديو مليح يعطينا فكرة عن النوعية ولا روبستاس تاع الأشغال، يعني لا ريزيستانس ولا يعني النوعية تاع الأشغال في من ناحية الهندسة يعني المدنية، صادير لي 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 بلون جيني سيفيل. إذن وهنا إن شاء الله نشوفوا إن بون فينيسيون في الأخير. والسلام عليكم.